العيش المتبع عاوز اقول لكم حاجه، هو اتسالت عليه كتير بعد الحلقه، قالوا ينفع نعمله عيش شاورما، ينفع هو زي عيش الشاورما بالظبط، بس احنا بدل ما بططناه على دقيق بططيه على زيت، يعني بدل ما ترشي دقيق وتبططيه بالنشابه على دقيق بططيه على زيت، هو هيطلع لك عيش شاورما زي اللي بيتباع بالغلا وكابر، ولف فيه بقى الشاورما اللي انت عاوزاها. هو ابن عم بعضه. احنا نخرط قرن فلفل كده، قرن الفلفل ده انا هحطه مع الخيار عشان هنعمل بيه سلطة الطحينة اللي بالخضار، بيبقى فيها بصل فيها طماطم فيها فلفل فيها خيار، بتبقى حلوة قوي. هنشوف الارانب شمرت، عاوزه كل حبايبي بقى يقولوا لي الفرق في الارنب ايه الفرق بين الارنب الشامورتي والارنب اللي مش شامورت العتقي. عشان تشتري ارنب شامورت بصي على اسنانه، انا لو كانت الراس بتاعت الارنب هنا كنت وريتها لكم، بصي على اسنانه، لما تلاقي اسنان الارنب صغننه كده ومشرشره من تحت ومسمسمه تعرفي ان ده ارنب شامورتي، لان ممكن يكون عتقي بس برضه حجمه قليل يطلع كيلو كيلو ونص بس عتقي مفوت. لكن القرن عتقي يعني بيبقى كبير في السن مش في الحجم، كبير في السن وياخد سوا كتير. لو لقيت اسنانه طويله قوي ومتنيه على تحت تعرف ان ده عتقي، ما تجيبهوش، بياخد معاكي سوا كتير قوي ويكش ما يزيدش. لكن الارنب الشامورتي لما تحطيه تلاقيه يزيد ويحلو وشربته تبقى مسكره وما ياخدش معاكي سوا، ده الفرق بين ما تيجي تشتري الأرنب. هنيجي لسلطة الطحينة، دي طحينة هنحط لها معلقتين خل، شوية كمون، ده بهار، لا ده كمون يا لمياء، لمياء ايوه ازيك يا لمياء، الو، اهلا باسوان واهلها الكفوف البيضه والقلوب البيضه. يا رب يكرمك يا ست غاليه، ازيك وانت عامله ايه اخبارك ايه؟ تمام بخير، انا مبسوطه جدا ان انا بكلمك النهارده. تسلمي يا لمياء، والنهارده معانا ضيف بقى يفهمها وهي طايره. انا كنت مع حضرتك قبل كده في حلقه لو تفتكريني. فاكراك يا لمياء، انت اللي جيتي زوقتيلي العروسه بالحنه. بالظبط كده. اهلا وسهلا بيكي، اهلا بيكي، يا رب يكرمك. قولي لي العرايس عندك اخبارها ايه؟ الحمد لله الحمد لله. يا رب دايما كده يديم عليك الفرح. ربنا يكرمك يا ست غاليه، ربنا يخليكي فرحك دايما يا رب. تسلمي وتعيشي، وان شاء الله تجينا تاني برضو عشان العرايس اللي هتجينا ده، احنا هيجينا عرايس كتير. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شرفتينا يا لمياء، ربنا يخليك يا ست غاليه، متشكره قوي، شكرا يا ست مع غاليه. السلامه. سلطه الطحينه هتعمليها عادي خالص، هتحطي فص ثوم مدقوق وشويه كمون وشويه خل، يعني معلقه خل وشويه كمون وشويه ملح وشويه فلفل اسمر، فصين ثوم، كوبايه ميه او نص كوبايه ميه على حسب ما تلف معاكي، هنحط شويه زيت، وهنضربها بقى كويس او كل ده في قلب بعضه كده. يا ستي شايمه، شايمه ازيك يا ست غاليه، عامله ايه؟ تسلمي يا ستي شايمه. الو، ايوه يا ست غاليه، سامعاكي يا حبيبتي، اتفضلي. الله يخليك، تسلمي. انا اول مره اتكلم على فكره، انا مكسوفه. لا ما تتكسفيش يا اختي، حد يتكسف من غاليه؟ ده ما حد سامعني غير انا وانت، اتفضلي. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا ست غاليه، الله يخليكي. انا مغربيه وعايشه في الامارات، حبيتك وحبيت برنامجك الصراحة. تسلمي وتعيشي، وأنا دايما أحب كل حبايبي من كل حتة في العالم. ربنا يخليك يا ست أنت غالية. متجوزة ولا لأ؟
ايوه متجوزه. طب يعني بقى النبي حارس وصينه بقى جوزك اسمه ايه عشان ابعت له تحيه من غاليه؟ اسمه احمد. عاشت لسامي يا اختي، ما اللي جوزها يقول لها يا هانم الحلوه يستنوها على السلالم. تسلمي يا ست غالية، ربنا يخليكي. كل سنه وانتي طيبه. وبتحبي الارانب ولا لا؟ الله يخليكي يا ست غالية، وربنا يطول بعمرك ويخلي لك عيالك. تسلمي لي. والله كتير حلوين. بتحب الأرانب يعني؟ سامعاك. الصراحة ما باكلهمش كتير يعني، ما اعرفش فيهم. خليكي في الفراخ بقى. قولي لي بقى اكتر حلقة شفتيها وعجبتك ليا. عجبني الحلقة تبع اختك ام محمد، ام احمد. ام احمد نعم. واحنا بنعمل العيش الحلقة تبع المطبق. اليمني اللي عمل في المندي. وطبق سلطة الطحينة بالخضار يستاهل بقك اهو. صراحة كتير حلو. وحلقة تبع البيشاميل، انا متابعة كل حلقاتك على فكرة والله. شفتيني وانا بغني للعيش وبقول له ايه غطيتك بالدقيق يكفينا شر الضيق، اللي ياكل منك لقمه شبعان واللي ياكل منك لقمه انعان. ايوه دايما كده نغني كده للقمه عشان تطلع حلوه. ربنا يخليكي ويكتر من امثالك وعلى راسنا من فوق يا ست غاليه. والله احنا تسلم. بنحب مصر ونحب اهل مصر. كلنا بنحبكم، وعقبال ما تجيني هنا بقى ونغني كلنا مع بعض. شرفتينا يا قمر. كده احنا عملنا السلطه دي، سلطه الطحينه بتحط لها بصل، بتحط لها خيار، بتحط لها طماطم، بتبقى طعمها حلو قوي. زائد بقى بتحط لها فصين ثوم، شويه كمون، شويه خل، بتدعكيهم كلهم في بعض. بس لما هتكوني هتحط لها لسلطه الطحينه خضار تبقى خفيفه سنه، يعني تبقاش تقيله زي اللي بناكلها مع الفراخ المشويه او بتاكليها مع حاجه تانية. بتبقى او في شويه وتحط لها شويه زيت، بتبقى خفيفه سنه عشان لما الخضار يخش فيها تبقى يا دوبك تبقى معاكي ملفوفه وحلوه. ودي تتاكل جنب اي حاجه تحبيها.